أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل أسرار الرؤى بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إن شاء الله هنكون معكم لمدة ساعة على الهواء، نتلقى فيها اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة عشان نرد على أحلامكم ورؤاكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بعدي إلا المبشرات. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. والرؤيا قد تكون سبب في إسلام إنسان. أيوة، في واحد من الصحابة أسلم برؤيا. نعم، سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: رأيت كأني أتخبط في ظلمات ثلاث في بحر لجي فأضاء لي قمر، فوجدت بجوار القمر ثلاثة نفر: أبو بكر الصديق، وزيد بن حارثة، وعلي بن أبي طالب. فاستيقظت من نومي فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام سرا، فذهبت وأسلمت بين يديه. نطق الشهادة قدام يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: فما وجدت سبقني إلى هذا القمر إلا الثلاثة نفر الذين رأيتهم في الرؤيا: سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا زيد بن حارثة، سيدنا علي بن أبي طالب. يبقى كان إسلام سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اللقمة دي قبل ما تدخلها على عيالك وعلى مراتك وأهل بيتك، هل هي من حلال أو من حرام؟ دعائك لا يستجيب لك وانت بتاكل حرام. فتش في مالك. كانت الست زمان تمسك بجلباب جوزها كده وتكلمه وتدي له رسالة قبل ما يخرج للسعي: بورك لأمتي في بكورها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه السعي. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله السعي. وقال: ليس الإنسان إلا ما سعى. تقوم تقول له إيه لجوزها: اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، فإننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. ده الحلال والعمل. وليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بنبي وملك: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ليه ضرب المثل بسيدنا داود؟ لأن سيدنا داود ملك ونبي فمش محتاج يعمل، لكن وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. العمل. ناخد رجب من الأقصر نكمل معكم. أستاذ رجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحييك وبحيي فريق الإعداد المحترم. بارك الله فيكم. الأستاذ اللي ردت علي. ربي يبارك فيك ويحفظك أستاذ رجب. قناة المحور يا رب، ربنا يكرم صاحب قناة المحور. اللهم آمين 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 يا رب، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. عندي علمين ممكن يا شيخ؟ تفضل يا فندم. الله يبارك فيك. بعيالك إذا كان حلمت لقيت عقربين وكبار، الواحدة يمكن أكثر من شيبين، واحدة صفرة وواحدة بيضة، واحدة صفرة وواحدة سمراء. حلمت بإيه؟ عقربين، عقارب. عقرب. عارف العقرب؟ أعرف. واحدة صفرة وواحدة سمرة، بس فيهم واحدة جريت من اللي هي الصفرة كتلت السودة. نعم. ده بالنسبة للحلم الأولاني. بالنسبة للحلم الثاني، أنا زارع نخلة
بس النخلة دي كل اللي ياكل منها اللي يقول لي يا رجب الله ينور عليك على البلعة، البلعة دي طيبة وحلوة كده يعني نوع مخالف كده سبحان الله يا شيخ. نعم نعم ولك جزيل الشكر يا شيخ الله يسلمك. نحن وإياكم المسلمين يعني متابعني. العقرب خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، العقرب والثعبان والحية والفار والكلب الأسود العقور اللي هو المشروع، ولما أقتل حد من الفواسق ده ربنا نصرني عليه، واللي أنا ما قدرتش أقتله التاني دون شوف ربنا قال إيه يا حاج رجب، أقول إيه؟ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن دائما إننا أقول حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله. أما بالنسبة للزرع وبالذات النخل، النخل ده على طول رزق. عندنا دليل؟ أيوه عندنا دليل، احنا ما بنتكلمش كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وربنا قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ده حتى ما في النخل بيدل على الملك، وجنات من أعناب والزيتون والرمان وزرع ونخيل صنوان. شوف حتى في الجنة إن المتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاق وحففناهما بنخل. ده بيدل على العصمة والتحصين. أو حففناهما بنخل بس النخل البلح بالذات الله يقول والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. في حياة للناس أيوة فيه، وطعام الفقير وحلو الغني ونسبة البلح. نشوف آل بيت سيدنا النبي كان ما يأكلوا البلح يأكلوه إزاي. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين كان ما يجيبوا البلح كده يأكلوه مع أمنا فاطمة الزهراء ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوموا يعملوا إيه؟ يقوموا يجيبوا الشال الأبيض ده ويحطوا كده ويقول له أمنا فاطمة كل منا يأكل من تحت الغطاء، يعني كل واحد يمده كده ويأكل التمر. أيوة عارفين ليه؟ عارفين الأدب بتاع آل بيت سيدنا النبي ليه؟ خايف لنظر أمه يا على تمرة، والبلح يؤكل بالنظرة والتمر يؤكل بالنظرة، يخشى أن يقع بصر الأم على تمرة فتسبقها يده، إيده تسبق النظر بتاع أمه، فيكون بذلك قد عق أمه ودخل في العقوق. نخشى أن يقع بصرك على تمرة فتسبقها إلينا يدنا فنكون بذلك قد عققناك. بيأكل البلح من تحت الغطاء عشان ما يقعش في العقوق. واللي مخصم أمه يعمل إيه؟ واللي أمه ماتت وهو مخصمها، واللي بيدخل على مراته وولاده كل حاجة حلوة وما بيدخلش على أمه ولا أبوه، خاب وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقل آمين فقلت آمين. بر الوالدين. رأيت رجلا من أمتي يمر على الصراط فاعترضه خطاف من خطاطيف جهنم فسلكه بر الوالدين. البر نتقي الله في كل شيء، النفس اللي بتتنفسه، العمل بتاعك اللي بتعمله،
ده الإمام الغزالي يقول: إذا كان العمل رأس مال الأحياء فإن العاطلين موتى. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه؟ ما ندمت ندمي على شيء، الندم اللي أنا ندمته مثل يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. لمثل هذا فليعمل العاملون. والله أعلى وأعلم. ناخد الأستاذة رحمة، تفضلي يا أستاذة رحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك خدمت الشيخ. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. أنا عندي رؤيتين ممكن أحكيهم. تفضلي يا فندم. أول حلم حلمت إن أنا في بيت، بس كنت قاعدة عريانة، وكنت شايلة لبن على دماغي وأنا عايزة أصفي اللبن، فكبيته بال اي واحد يبقى في البيت، بالذات المرأة. المرأة البيت مملكة المرأة، البيت مملكة الايه؟ المرأة. بدليل قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن لا تخرجهن من بيوتهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن. وسيدنا النبي قال: من حج ولم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. تتساقط عني الذنوب، بدليل ان اللبن معايا اهو، اللبن الفطرة السليمة، اللبن اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يجيب له حاجة يشربها يقول: اللهم ارزقنا خيرا منه، الا اللبن كان يقول: اللهم زدنا منه. اذا هي زيادة في الحلال وفيها ستر وفيها حسن عمل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري في قسم التعبير لمن أراد أن يرجع إليه: رأيت أنني أشرب اللبن حتى خرج من أصفاري، فأعطيت فضلة هذا اللبن لعمر بن الخطاب، فقالوا: ماذا أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. ده البيت دون في ستر، في زيادة في الحلال، في مغفرة ذنب. والله أعلى وأعلم. أستاذ محمد من أسوان اتفضل. أم محمد من أسوان اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخير ربنا يبارك فيك. إذا استسمحت بس ليا رؤيتين. تحت أمرك يا فندم، اتفضلي. أول يوم حضرتك حلمت بطليقي، كنت عنده في البيت، هو كان متجوز، فدخلت علينا مراته وهي لابسة أسود وشكلها وحش. أنت إيه اللي جابك هنا عليا أنا؟ قلت لها أنا جاية، هو ما طلقنيش. سألت وقال لها: لأ ده أنا ما طلقتهاش. فخدني ونزلنا سلالم، واحنا نازلين السلالم لقيت سيراميك، السيراميك دوا انصاص كده بالطول، فخد منهم نص. قلت له: يعني انت ما خدتش السليم؟ خد النص ونزل. راح قال لي: انا هشتري. قلت له: طب انا معايا فلوس بكام؟ قال ب 2 جنيه ونص. راح هو اشترى، دفع ال 2 جنيه ونص وخد السيراميك المكسور. بعد ما نزلنا السلالم الطويل انا وهو لوحدنا. ثاني يوم حلمت برضه بطليقي، ان انا رحت البيت وفتحت بالمفتاح وما كانش فيه حد، فاخدت عيالي مش منه، يعني عيالي من جوزي تاني، فقعدنا في الشقه. فلما قعدنا في الشقه حضرتك اكلتهم في البيت دوا، ونزلتهم بسرعه احسن يرجع هو ومراته. ببص من البلكونه لقيت الحبل بتاعه الشيرتات بتاعه جوزي ده طليقي منشوره على الحبل. وبعدين رحت فاتحه بسرعه وخدت المفتاح في ايدي علشان ما حدش يشوفني، فلقيت ناس واقفه بره الباب، فبتقول لي: انت ايه اللي جايبك هنا؟ قلت لهم: ايه ده بيتي. قالوا لي: لا انت، قلت لهم: حرام عليكم، ده انا عندي 55 سنه، حرام انا ما عملتش حاجه. والمهم سابوني واخدت المفتاح بتاع الشقه في ايده ومشيت. بس تابعيني يا شكرا. شكرا. اولا ما ادخل بيت يكون معايا المفتاح في استقرار، في ايه؟ استقرار. والله جعل لكم من بيوتكم ايه؟ سكنا، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا، اولم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا. الاستقرار. والله جعل لكم من بيوتكم ايه؟ سكنا. والمفتاح اللي انا فتحت بيه ده دعوه هتستجاب لي وهدخل البيت، لان انا دخلت البيت يبقى تم الستر ليا. ولما اشوف ان انا متواجده فيه ومع الاطفال، الاطفال بشره،
فبشرناه بغلام حليم وبشرناه بغلام عليم. والسيراميك اللي احنا بنشوفه دون والزخرفه اللي انت بتشوفها، ان انت لما تمشي على السيراميك كده تحس ان في ميه، اول من عمل الحاجات ديت اتعملت لسيدنا سليمان، كان بقى قبل السيراميك وقبل غيره كانه صرح ممورد من قوارير، فلما راته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها، يقوم سيدنا سليمان لها ايه؟ انه صرح ممرد من ايه؟ من قوارير، معمول كده زي السيراميك اللي احنا بنشوفه دلوقتي كده. ايوه ده اتعمل لسيدنا سليمان، عمله لصاحبة عرش بلقيس واللي اسلمت وتزوجها بعد ذلك. لكن فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير، تقر دي ميه من نوع السيراميك اللي معمول من نوع الزخرفه اللي معموله. ولما اشوف ان ده نوع من الزينه، والزينه اذا كسرت كان هناك عائق ويعود لك ان شاء الله، لانك دخلت البيت وسترت فيه. اما عن رؤيتك لمن اخذت منك زوجك فتارة تريها على حالة سيئة وتارة تريها كذلك، فإذا تحرك العقل الباطن فتحرك بما يدور في خاطرك، لكن دخولك البيت يدل على الاستقرار والعودة إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. أم محمد من القاهرة معانا، اتفضلي. ألو أم أحمد، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك يا فندم. انا حلمت حلمين، اول حلم حضرتك من 4 شهور حلمت ان انا متجوزه، حلمت ان انا دخلت اوضه النوم بتاعتي وبنضفها، ففي شباك عندي في اوضه النوم فبشد الستاره اسمها عنكبوت كتير، ماشي؟ اتفضلي اسمعك فين. وعنكبوت ابيض ومنهم عنكبوت لونه اسود، فانا بنضف فالعنكبوت ده نزل هيجي وقرصني في ايديا اليمين، فببص على ايدي لقيت ايدي زي ما اكون محروقه ومش بده جامد، فروحت لبابا، فبابا كان معايا في الحلم، قلت له يا بابا العنكبوت قرصني، قال لي العنكبوت هيعمل في ايدك كده، قلت له اه، حسيت على الحلم على كده. قولي لي يا ام احمد، انت ملتزمه في الصلاه ولا لا؟ بصراحه انا بقالي كام يوم كده بقيت ملتزمه في الصلاه. انت طيب تابعيني كملي بس. الحلم الثاني، حلمت من كام يوم اللي انا ماشيه لابسه اسود وبلف حوالين الكعبه. اتفضلي. وبعدها مره واحده لقيت نفسي ماشيه في شارع، الشارع ده كله محلات جزارين بيذبحوا وبيعلقوا لحمه، فقابلني واحد جارنا اسمه حماده بيقول لي انت ماشيه لوحدك ليه ولابسه اسود ليه وزعلانه ليه، فهو بيكلمني انا مش برد عليه. وبصراحة من ساعة الحلم ده ما حلمت وانا بقيت ملتزمة في الصلاة، يعني ما بحسش فعلا. انت لازم تنتظمي في الصلاة وتكسري من الصلاة على سيدنا النبي وتسبحي ربنا كتير يا استاذة ام احمد، وتحافظي على اذكار الصباح والمساء. معايا ولا قفلتي؟ اه معايا. طيب هتاخدي 7 تمرات كل يوم على الصبح كده يا ام احمد. حاضر. 7 تمرات عجوة، وهتحافظي على اذكار الصباح والمساء، وبعدين تجيبي السبحة. اه. واصلي على سيدنا النبي على قد ما اقدر. انت عارفه انا لما اقول سبحان الله 100 مره باخد كام حسنه؟ باخد 1000. ما اذكر ربنا 1000 باخد 10,000 حسنه. ده رصيد بيزيد عندك؟ ايوه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه: ايحجز احدكم ان يكسب في اليوم 1000 حسنه؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله 100 مره. تاخد 1000 حسنة أو يخطع أو يحط عندك 1000 خطيئة. سبحة إن أنا حلف بيها لفة هاخد 1000 حسنة؟ طب 10 مرات ب10,000، 100 ب100,000، رصيدك أنت حريص إن أنت تزوده في البنك، ده حط في بنك الحسنات مدخر لك عند ربك، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، لمثل هذا فليعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والله أعلى وأعلم. ولما أشوف إن أنا اللبس الأسود وأنا بأطوف حوالين الكعبة، الكعبة بيت الله الحرام ومن دخله كان آمنا، ليشهدوا منافع لهم، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين،
والركع السجود. الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابه، من استغفروه غفر لهم. استجابة دعوة ومغفرة ذنب وتوبة تابها الله عليك. ولما أشوف النوع من اللحوم عند الجزارين، شفته أو خدت منه أو أكلت منه، ده نوع من الأنعام. والله يقول والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أحافظ على سري وعلى بيتي وأزود رصيده وما عودش مع حد بيغتاب حد تاني، والله أعلى وأعلم. لأن كثير من الناس، المجلس بتاعك ده، هقول لك حاجة قبل ما أخد أي تليفون، ليه أنت ما بتخش الحمام بتقول غفرانك وأنت قعدت في الحمام 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة؟ ليه ما سألتش نفسك لما تخرج من الحمام بتقول غفرانك؟ عارف ليه؟ لأن الفترة اللي أنت قضيتها في الحمام بتقول لربنا غفرانك إن أنا ما ذكرتش ربنا في الفترة دي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ذكر الله، عارف ذكر ربنا أعلى درجات العبادة والثواب. وأنا عندي دليل برضو، شوف سيدنا موسى بيقول لربنا يا ربي أنا عايز عمل أتقرب بيك ليه، قال له يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات والأراضين وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ده واحد يؤتى برجل يوم القيامة فربنا يقول لسيدنا جبريل وهو أعلم، يا جبريل ما لي أرى هذا في صفوف أهل النار؟ يقول يا ربي لم نجد له حسنة واحدة. فيقول إني سمعته يقول في الدنيا يا حنان يا منان مرة، فاسأله هل يقصد بذلك أحدا غيري؟ فيسأله جبريل فيقول لا كنت أقصدك يا ربي، فيؤمر به بأن يقف في صفوف أهل الجنة من أجل مرة واحدة يا حنان يا منان. لو أنت حتقولها كل يوم 100 مرة حتقولها 1000 مرة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حتصلي قيام الليل 2 ركعة إذا أيقظ الرجل أهل بيت فصلى أو صليا 2 ركعة كتب في الذاكرين الله، وليس من الذاكرين، ده في الذاكرين الله كتب بنص الحديث في الذاكرين. شوف ذكر ربنا، ذكر ربنا. أقول لك حاجة تاني، روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت حمزة وجعفر بعد أي موتهما بأيديهما طبق من نبق يأكلان منه، إذن بل أحياء عند ربهم يرزقون وشهداء. فقلت لهما أي الأعمال وجدتم أفضل عند الله؟ قال ذكر الله، قال ذكر الله. شوف عمل يسير لكن أنت في غفلة عنه، كثرة الذكر، ذكر ربنا. سيدنا النبي برضو عشان احنا نتكلم في الذكر، عدى كده بالصحابة وفي شجرة الورق بتاعها ناشف كده، فضربها بالعصاية كده فتتساقط الأوراق اللي هي الناشفة، فيقول للصحابة إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لتساقط الذنوب عن صاحبها
كما تساقط الورق من هذه الشجرة. والله أعلم. نأخذ أم رحمة من البحيرة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيخ. ربنا يبارك فيك بخير، الحمد لله يا فندم. عندي رؤية عايزة أحكيها لحضرتك. تفضلي يا فندم. أنا كنت بحلم من أنا يعني عند والدتي، ويعني بجيب منها طلبات عشان أعمل أكل عيالي وكده وأنا مروحة. فبطريقة الشارع بتاعنا في تراب وجامع وبعد كده بيتنا. وأنا ماشية عندي بنت خالتي دي ميتة. فقالوا ان هي بنت خالتي دي عزه دي بتنادى عليا عايزه ايه تاخدني. فانا ايه قلت ازاي هتاخدني ازاي. فانا ماشيه مروحه بيتنا لقيت الدنيا بتشتي صوتها عالي خالص جاي من السما ان هي ايه حد بينادى عليا اسمي ان هي هتاخدني اموت يعني. فانا مشيت وقعدت اعيط لغايه يعني ايه وانا ماشيه على بيتنا كده. فقصاد الجامع لقيت دوره خضراء فوقفت عندها. فجت واحده قالت لي انت خايفه تروحي بيتكم انا ايه هوصلك وما تعيطيش ما تخافيش يعني. فاول ما وصلت عند الدره الخضراء دي لقيتها ايه وسعت لي السكه. الدره الاخضر ده؟ وسع لي السكه كده. فمشيت لغايه لما ايه وصلت لغايه بيتنا كده. فالست دي قالت لي انا همشي بقى. فلقيت بيتنا ده عامل زي القبر يعني طوب ابيض بس زي القبر بالظبط فاضي خالص مهجور. وقفت قصاد منه قالت لي روحي انت بقى. فانا قعدت اعيط. في الوقت ده انا كنت حامل. قلت لهم لا انا مش هموت وانا حامل انا مش هموت وايه وصحيت من النوم على كده. اولا يا ام رحمه دون زوال هم ليكي وسعه في الرزق واستجابه الدعوه وتابعيني. اي حد بقى الميت بنده عليه بيقول لك هيموت. ده هارون الرشيد شاف ملك الموت في الرؤيه فقال له انا باقي من عمري قد ايه؟ قال له عمل له كده. فاستيقظ منهم فزع يعني. فسال العلماء رايت ملك الموت فقلت له كم بقي من عمري؟ فاشار لي هكذا. فهل هم خمسه ايام ام خمسه اسابيع او خمس شهور ام خمس سنين؟ فقالوا لهارون الرشيد انما اراد ملك الموت ملك الموت أراد أن يخبرك أن هذه من الغيبيات الخمس، أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولما أنا أشوف ده الميت لما بينادي على الحي أمور تحيا للحي أو من كان ميتا فأحييناه، ولما أشوف أن أنا بأموت وبصحى توبة من ذنب لأن ربنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. والزرع الأخضر في الرؤية بدل على الرزق. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا لهو الزرع الأخضر فمنه يأكلون. وربنا قال وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرة. إذن هناك رزق والمشي يدل على الرزق. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأما أشوف أن البيت تحول إلى القبر فإن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر. والله أعلم. فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم. اللهم آمين. ورجعنا لكم بعد الفاصل مكملين معاكم تفسير رؤاكم وأحلامكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. المبشرات هي الرؤية الصالحة. وذكرنا ان اسلام سيدنا سعد بن ابي وقاص كان برؤية. ودخول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد خروجه منها كان برؤية. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين. وسيدنا الامام الشافعي يرى أنه يطوف ببيت الله الحرام
فرأى سيدنا علي بن أبي طالب يحتضنه، ثم انتزع خاتمه ووضعه في يده، حط الخاتم بتاعه في إيده كده. فلما استيقظ تعبر له هذه الرؤية، أولا إدراك أمن وأمان لأنك في بيت الله الحرام، وأما عن زينة الإمام علي فكانت في العلم، وأنك يا شافعي ستصل في العلم من الرفعة والشهرة مثلما أخذ سيدنا علي، فكان للشافعي الرفعة والتمكين. كانت رؤيته أنه هو حيبقى من العلماء برؤية. سيدنا الإمام أبو حنيفة رأى رؤية أفزعت، شاف أن هو بينبش كده على قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج عظاما فاحتضن هذه العظام فأفزعته هذه الرؤية، فذهب إلى الإمام سيدي محمد بن سيرين وأقول لتعلموا، فضحك سيدنا الإمام محمد بن سيرين وقال له لئن صدقت رؤياك لتحيين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبزع عن الإمام محمد بن سيرين، عارفين فسر الرؤية إزاي؟ عارفين كان بيفسر الرؤيات إزاي؟ سيدنا الإمام محمد بن سيرين حفظ القرآن وهو ابن 8 سنوات، وشاف رؤية. هقول لكم على رؤية سيدنا بن سيرين، إنه كان في المسجد وشاف سيدنا يوسف، ففتح فمه فقال ماذا ترى يا محمد؟ قال أرى لسانك، قال أنظر، فنظر قال ماذا تنظر؟ قال أرى قلبك وأنوارك، قال قم يا محمد وعبر الرؤية فإنك تعبر الرؤية من الآن. فأصبح الإمام محمد بن سيرين من هذا القبيل يفسر، الذي حفظ القرآن منذ وهو ابن 8 سنوات، والله أعلى وأعلم. ناخذ أستاذة شيماء من القاهرة، تفضلي. السلام عليكم حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، أنا عندي رؤيتين صغيرين معايا. تفضلي يا أستاذة شيماء. أنا حلمت إن أنا بولد ومش عارفة أولد، ونزل مني دم، أمي الله يرحمها كانت قاعدة جنبي. أنا أصلاً حامل في الحقيقة، فمش عارفة أولد، نزل مني دم بسيط وعمالة أولد جامد. دي في الرؤية وأنت في الحقيقة حامل؟ أه في الحقيقة حامل. طيب أستاذة شيماء. نعم. في رؤيات تانية عندك ولا أقول لك؟ لا جوزي بس حلم بسيط. اتفضلي. حلم إن أنا جايبة له كوباية لبن واللبن ده قاطع. فبيقول لي يا بنتي ارمي اللبن ده وحش، قلت له لا اللبن حلو، قال لي لا قاطع. قلت له مش مهم، احنا عندنا في البلد لما بيبقى قاطع برضو بنحط عليه سكر وبنشربه، اللي هو رايب ده اللي احنا بنسميه عندنا رايب. اه اللبن الرايب، بس هو آه. يعني هو هنا في مصر بيقول لي لا وحش بايظ، انا اقول له لا حلو احنا عندنا بنشربه في البلد. استاذه شيماء. نعم. اللبن ده رزق وزياده في الحلال وفطره سليمه، فربنا هيبعت لنا فلوس حلال. ايوه فلوس حلال. وانا اتحرى برضو حضرتك اللي اديتي جوزك ياخد من اللبن دول. ايوه انا اتحرى الحلال في كل شيء، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا عايز ربنا يقومني بالسلامه، مش كده؟ مش حضرتك حامل؟ ايوه حضرتك. ان شاء الله ربنا يقومك بالسلامه. وطبعا لما شفت الرؤيه دي بقى فزعتك وخلتك في قلق، مش كده؟ فزعتني وامي الله يرحمها كانت قاعده جنبي. طب حكملي معلش. لا خليكي معايا يا استاذه شيماء. مع حضرتك مع حضرتك. هنا سيدنا النبي قال لسيدنا ابي بن كعب، بقول له اجعل من صلاتي جزء ليك يا سيدنا النبي. قال له ان زدت فهو خير، الا ان قال له يومي كله صلى عليك يا سيدنا النبي. انت عارفه قال له ايه؟ قال له اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. طب انت همك في المولود اللي جاي لك ده مش اكثر من الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب انا اول ما استيقظ من النوم في مقدرتي ان انا ادي حد 5 جنيه او 10 جنيه؟ اعملها. عارفه ليه؟ عارفه ليه يا استاذه شيماء؟ ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا باكروا بالصدقه فان البلاء لا يتخطاه. فان البلاء ايه؟ لا يتخطاه. لا يتخطاها. حذكر ربنا، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب. ودايما هتنادي ربنا باسم الحفيظ. باسم الايه؟ الحفيظ.
اللهم بحق اسمك الحفيظ احفظني واحفظ ما في بطني وأتم علي النعمة بدوام العطاء. يا رب اللهم أمين. تحت أمرك والله أعلى وأعلم. تفضلي. معانا حد؟ طب ناخذ سيدنا الإمام محمد بن سيرين. كان لما شاف سيدنا يوسف وقال له انظر وشوف، فشاف قال له شفتي؟ قال له شفت قلبك يا نبي الله يوسف. فقال قم يا محمد فعبر عن الرؤية فإنك تعبرها وكأنك تراها. اللي حفظ القرآن وهو عنده 8 سنين وشاف الرؤية وهو عنده 10 سنين، كم واحد في بيتك انت محفظ القرآن من أولادك؟ وكم واحد لما يحفظ ابن القرآن أول حاجة هيتقي ربنا فيك؟ واللغة العربية هي أعظم لغة. عارفين أعظم لغة ليه؟ لأن ربنا قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هنا لغة الفهم، واللغة التي ارتضاها الله لكلامه هي اللغة العربية. علم ابنك وحفظ القرآن علشان يكون فيه الرحمة ويكون برا بيك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنت صلاح اللي أنت نفسك تشوف الصلاح في أولادك بحفظ القرآن. عارفين صلاح الدين الأيوبي ساد العالم إزاي وحرر بيت المقدس؟ أقول لكم قصة صلاح الدين الأيوبي ده جت إزاي؟ والد صلاح الدين الأيوبي كبر في السن ولسه متجوز، وأخوه الصغير اتجوز. والده يقول له أنت مش بتتجوز ليه؟ قال له لم أجد من تصلح لي. إزاي؟ ده بنت الأمير فلان وبنت الملك فلان وبنت الوزير فلان. قال له لا تصلح لي. ما أنت عاوز إيه؟ قال أريد أن أتزوج من امرأة صالحة أنجب منها طفلا فأحفظه القرآن فأحرر به بيت المقدس. فراح للشيخ بتاعه قاعد معاه كده، فلقى الست جاية كده ولابسة نقاب. ايه ما اتجوزتيش العريس اللي انا بعتهولك امبارح ليه؟ قالت له ده راجل طيب وحفظ القرآن وصالح، لكنني اريد ان اتزوج بشاب فانجب منه طفلا فاحفظه القرآن ليحرر بيت المقدس. فقام والد صلاح الدين الايوبي قال هي زوجتي، فتزوجها وانجب صلاح الدين الايوبي وحفظه القرآن. ولما لقيه يلعب مع الولاد في الشارع يقول له ما لهذا اعددتك يا بني، انما اعددتك لتحرير بيت المقدس. إنما هو الصدق في النية، إنما هو حفظه القرآن فجعل فيه مكانة وجعل فيه رفعة فساد العالم بذلك. ومن هنا كانت بداية صلاح الدين الأيوبي لتحرير بيت المقدس. والله أعلى وأعلم. ناخذ أستاذة المنية من ضميات. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حلمت إن جدتي المتوفية جت لي وكويسة قوي، هي كانت متوفية وهي يعني مريضة، وبعدين لقيتها كويسة قوي. كويسة وبتضحك ولا بتكلمك بتقولك إيه؟ بتقولي اتفضلي يا أمنية طبق رز بلبن أهوت كليه. طيب يا أمنية. أيوة. ده دعوة وصلتك من لتيتا. أيوة. وده حسن حال تيتا عند ربنا، لأن اللبن هو الفطرة السليمة والأكل للميت بدل على الرزق، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وربنا قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فالأكل للميت يجبهولي من اللي فيه مشتقات اللبن، ده زيادة في الحلال وفي الرفعة. لكن أنت عندك كم سنة يا أمنية؟ عندي 25 سنة ومتزوجة، بس لسه ربنا ما ربنا هيديك متزوجة. لا ربنا هيديك الذرية يا أمنية، لأن دون اللبن هو الفطرة السليمة والزيادة في الحلال، وربنا حيزيدك بالذرية. بس أنا عايزك تكسري من الصلاة على سيدنا النبي، عايزك تكسري عالم. عايزك تكسري من قول الله تعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الإيه؟ الوارثين. وعايزك تستغفري ربنا كل يوم ولو 100 مرة. عارفة ليه يا أمنية؟ لأن ربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله أعلى وأعلم. عندك حاجة تانية؟ لا شكرا. تفضلي. أستاذة سماح من إسكندرية. تفضلي. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ ربنا يبارك فيك بخير يا فندم الحمد لله. لو سمحت عندي كم حلم كده. تفضلي.
انا حلمت مره ان انا كان عندي كنت عند امي وطلعت لها غسيل ياما قوي من الدولاب وقعدت تغسله لي. وتاني حلم جوزي حلمه لي بيقول انا حلمت ان انا طلقتك. اولا جوزك ده راجل صالح وما تخافيش، بس هو يعني مش عنده الدنيا قوي، وهو الاخره متمسك بها اكتر، لان سيدنا علي قال للدنيا طلقتك الثلاث بالله رجعه، فهي دي هي الدنيا ولم تكن انت. انت ان شاء الله تعيشي مع جوزك في خير وسعاده، ويغسلك للهدوم بتاعت والدتك دي، النظافه والنظافه من الايمان، والثوب النظيف بيدل على حسن حال صاحبه، ولما بتعملي كده عند والدتك ده برك بامك يا استاذه اميمه. وامين. طيب استاذه سماح، استاذه سماح، طيب وتنظيف الهدوم ده هكلمك حاجه عندنا في الهدوم. ايوه عندنا ده، حتى ربنا ما قال لنا واحنا رايحين المسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد. الثياب عليه عامل. ايوه سيدنا النبي شاف سيدنا عمر بن الخطاب لابس ثوب كده جميل ونظيف، فمن النظافه بتاعته كده قال له ده غسيل ولا جديد؟ قال له ده غسول يا رسول الله، ده مغسول، بس يعني ان مراتي غسلته كويس يعني. قال له البس جديد وعش حميدا ومت شهيد. والثوب المراه اما تلبس الثوب ذكر في القران. ايوه ذكر في القران، بيدل على ادراك الامن والامان. انا ما بتكلمش كلام كده، بتكلم قران والسنه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إدراكوا أمن وأمان واللبس ذكر برضو في حديث في صحيح البخاري. عرض علي أناس من أمتي يلبسون قمص منها ما يدنو الصدر ومنها ما يعلوه إلا عمر بن الخطاب جاء بثوب يشتره، فقالوا ماذا أولته يا رسول الله؟ قال الدين. الستر بتاع ربنا، ولما الست يشوف كده وجوزها يشوف كده، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هو قمة الستر. بس الإنسان في بيته شوف، تعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهل بيته حتى إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا، لأن ولا ذكر الله أكبر. أنا هعمل كده. اجعل من يراك يدعو لمن رباك، اجعل من يراك يترحب على من رباك. تربية عليها عامل، جلوسك في البيت كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. الأذان لما يأذن وابنك يشوفك قاعد في البيت ما بتصليش، هتنتظر منه بر ولا صلاح ازاي؟ اما تبقى انت قاعد في مكان، او تبعت ابنك يجيب لك الحاجات اللي بتشتريها دي اذا كان من السجاير او من غيره، يبقى انت ربيته على القيم ازاي؟ ما حد يخبط على الباب وتقول لطفل صغير قول له مش هنا، ربيته على الصدق ازاي؟ الصدق ده الحجاج ابن يوسف بيجري ورا اتنين اخوات فمش طايلهم، فقالوا له انت عايز تعرف الولاد دول؟ قالوا ها. قال اذهب الى ابيهم فاننا لم نعهده ان كذب كذبه واحده في حياته. قال فرح له الحجاج ابن يوسف، قال له أين أولادك؟ قال ها هنا، وأشار تحت المقعد اللي هو جالس عليه. فقال أيها الشيخ أتدري ماذا أفعل بهم؟ قال افعل ما تشاء، لكنني لا ألقى الله بكذبة واحدة. فدهش الحجاج مع جبروته وظلمه وطغيانه وتجرؤه، قال عفوت عنكما بصدق أبيكم. الصدق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة الصادق الأمين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة. ناخد أستاذة سهى من القاهرة، تفضلي.
حضرتك يا شيخ. ربي يبارك فيك، الحمد لله بخير يا فندم. حضرتك انا حلمت رؤية، انا بقى اصلا جوز خالتي ده متوفي رحمه الله عليه، هو كان بيحبني وانا بحبه جدا رحمه الله عليه. ففي المنام هو متوفي اداني ثلاث مصاحف، مصحفين بطول دراعي ومصحف طوله مترين، ده جوز خالتي معايا يا شيخ. اسمعك يا استاذه اتفضلي. في رؤية ثانية أحب أقولها لحضرتك. تفضلي. حلمت إن والدتي برضو والدتي المتوفية إنها دخلت عليا من باب الشقة وخدتني في حضنها جامد وقعدت تحضن فيها جامد وتقولي يا حبيبتي أنت طاهرة ونظيفة، أنت طاهرة وقلبك نظيفة. طيب أستاذة، أول رؤية المصاحف ده، أنا لما حد يهديني المصحف ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. ان ده حفظ ليا، وربنا قال عن القران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، ووالدتك صدقت ان قالت لك كده، لان المصحف انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا الايه؟ المطهرون. والدتك قالت لك كده، واحتضنتك والدتك وسلمت عليك والدتك السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام واسم من اسماء الله، وإذا لقيت وإذا التقى المسلمين فتصافحا تساقطت ذنوبهما قبل أن يتفرقا، طهارة لك كما ذكرت والدتك، وطهارة لوالدتك كما رأيت في السلام، لأن تساقطت عنها الذنوب، وبشرى من والدتك، والمصحف هو حفظ لك وطهارة لك ونقاء وشفاء، والله أعلى وأعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أن نلقاكم في الأسبوع القادم في تمام الساعة 6 مساء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.